بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر لتنس الأرض تحييكم. هنشتغل في الفيديو إزاي لعيب التنس بيبقى عنده كسب احترام والثقة، إن هو بينه وبين الناس بيبقى فيه احترام وثقة في لعب التنس، لأن تمتاز لعبة التنس بالالتزام بقواعد اللعبة وتقبل القرارات الحكم. دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتخلي فيه الثقة في احترام، واتباع أوامر المدرب برضو بتدي لاعب التنس إن هو يكون عنده الاحترام المتبادل بينه وبين الآخرين، وتنفيذها بمنتهى الدقة لتحقيق الفوز السريع، لأن كل ما ينفذ تعليمات مدربه إذا بيتلقى تعليمات وبيحاول إن هو يكسب الاحترام والثقة المتبادل بينه وبين المدرب بتاعه في هذا الإطار. وأثبت علم النفس إن الرياضي دايماً إنه يعني تلاقي عنده إيه دايماً غالباً ما يقدم اللاعب أقصى ما لديه تعبيراً عن احترامه وتقديره لعمل مدربه بالذات، يعني مما يكون احد ابرز الدوافع للفوز. يعني كل لعيب التنس يكون عنده ثقه واحترام الاخرين بيبقى اكثر طريق للفوز، لانه بيحاول ان هو بيبقى عنده نسبه تركيز عاليه، ان هو التركيز هو يعتبر هي المهاره التي تؤدي الى الفوز السريع. طبعا كسب الاحترام والثقه المتبادل يؤدي الى الفوز السريع. شكرا لكم.